قام رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم بزيارة للعتبة العباسية المقدسة، وأجرى جولة حول مشاريعها للاطلاع على آخر ما وصلت إليه هذه المنشآت المهمة التي تساهم في إنعاش القطاعات الحكومية وتصب في خدمة المجتمع. مشاريع العتبة العباسية أكو منها ما هو سابق لذكره، وأكو منها ربما الناس ما تعرفه أو ما متعرفة عليه بشكل جيد، لكن كل المشاريع اللي شفناها اليوم تندرج تحت وصف صنع في العراق، وهي ليست مشاريع مبتدئة أو مشاريع في طور التجريب. العديد من عدها من هذه المشاريع اللي شفناها محترفة، ممكن أن تنافس وتؤدي خدمة كبيرة في السوق المحلي، وممكن أن تنافس حتى عربيا وأقليميا، وهي مشاريع واعدة بحاجة إلى دعم أولا، وبحاجة إلى أن يلتفت لها المواطن العراقي والمسؤول العراقي أيضا على حد سواء. كانت هذه الزيارة هو لغرض الاطلاع على المشاريع بشكل مباشر، وكانت نتائج الزيارة وانطباعاتها جيدة جدا، يعني بحيث الرجل يعني أشاد بهذه المشاريع بشكل طيب وكبير، والحمد لله والشكر إن شاء الله تكون يعني هي ثمرة لمشاريع زيارة أخرى لكثير من مشاريعنا اللي هي تصب في خدمة المواطن العراقي. وكان تأكيده المباشر على أنه يحيي قضية ويثير قضية صنع في العراق. جولة استطلاعية شملت عددا من المشاريع، منها دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، ومجمع العباس عليه السلام السكني، وشركة خير الجود، مرورا بمرآة الكفيل، واختتمت جولته مستشفى الكفيل التخصصي، وتم تقديم شرح مفصلا عن كل مشروع. تشرف الدار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع اليوم باستقبال دكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقية، واقعا لبحث سبل التعاون بين مطبعة دار الكفيل ومطبعة شبكة الإعلام العراقي لما تمتلكه المطبعتين من تكنولوجيا حديثة وإمكانيات عالية جدا، وقد مرت بتجربة سابقة في عام 2019 بعقد شراكة بين دار الكفيل وشبكة الإعلام مع مطابعها، وكانت تجربة ناجحة مثال ونموذج لعقد شراكة بين مؤسستين رصينتين تابعتين للدولة تمتلك إمكانيات عالية. تأتي هذه الزيارة للتباحث في منهجية العمل المشترك بين المؤسستين ومدى جسور التعاون البناء بينهما، مما يضفي ذلك فائدة لخدمة الصالح العام بالاعتماد على الكفاءة العراقية وأحياء عبارة صنع في العراق التي عملت عليها العتبة المقدسة جاهدة لعادتها مرة أخرى في البلاد.